صباح الفل يا جماعة، اهلا بيكم في حلقة النهاردة. فلوج كامل في دبي، الشمس الجميلة النهاردة، وادي الحتة كده بايسب وزبطنا شعرنا بقى. بص الحلاوة دي عند باكي باربر يا جماعة، محمود علاء الدين، محل باكي باربر لازم كلكم تروحوا تشوفوه لو انت في دبي، هيعمل لك لوك جديد خالص. النهاردة بقى هنبدأ بالفطار بتاعنا وبعدين نتجه الى الدبي ماسل شو الاكسبو اللي هناك، وان شاء الله نقابلكم كلكم. مفيش اي فرق طبعا بين هنا وبين كندا، عندنا الاربع بيضات بنجهزها، ولكن في عيش هنجهز العيش هنا، عندنا شويه فاكهه هنا، هنعمل بلو بيريز، هنعمل شويه مانجا، وهنعمل لنا كوبايه القهوه. ما عندناش كوبايه الماشين، عندنا الكاتل العاديه بس هنعمل لنا الماشين برضو. ايه لازم كوبايه القهوه الصبح. كده يا شباب فطار الكوفي، ومعانا اخونا جاي زياره من بحرين ولا السعوديه؟ بحرين. بحرين اخويا جاي، اخويا يا جماعه بيعمل الترياثلون والحاجات السايكلينج دي. عندك دراع يا ابو حارس؟ عندي دراع. عندك فين الدراع والرونه؟ الله الصلاه. شغال جامد، عاش قوي عاش قوي. احنا دلوقتي يا شباب متجهين على الاكسبو الاكزيبيشن سنتر، زي ما قلت لكم هو الفيديو ده هيكون هيطلع في اخر النهار، فانتوا هتشوفوه يوم الجمعه بالليل. انا بقول لكم بكره يوم السبت هكون في البوث بتاع شركه جي ان اكس، عملت اليوتيوب فيديو بتاعه، فاللي عايز يقابلني بكره واللي ملحقنيش النهارده يروح للبوث بتاع جي ان اكس، واظبط لكم بقى الشعر بقى واعمل لكم حركات النهارده. عايز ادي شاوت اوت لاكس كار رنتل، ظبطوني باللوتس الحلوه دي بسعر كويس جدا. لو اي حد بيدور عايز ياجر عربيات يتجه او يتواصل مع اكس كار رنتل في دبي. في العربيه دي انها تحس ان هي عامله زي الجو كارت، سويتها طبعا مختلفة عن بقية العربيات اللي كانت معايا، بس الدرايف بتاعها يونيك جدا وكومباكت وصغيرة، والهاندلنج بتاعها حلو. اي لايك ات بصراحة. دي عربية ممكن تاخدها للتراك وتتبسط بيها، تبهدلها في التراك كده يا جماعة. وصلنا للإكسبو، هنخش دلوقتي نشوف ايه اللي بيحصل جوه. Where is the entrance for the the one people are coming out of? Okay. Okay, perfect. Thanks man. جو نار يا جماعة. طبعا في كندا احنا خلاص بنشتي وبنلبس جاكيتات، هنا ما توقعتش الجو يبقى كده خالص يعني. طيب احنا دلوقتي مستنين كريس من شركة جي ان اكس، عندنا الباس بتاعنا. نايس. اوه اوكي. اوسم. This is for tomorrow. Yeah. Oh, it's Vanquish. Yeah. Oh. For you to keep as well. Okay. Awesome. That's what you wanted, so we got it shipped all the way from the UK, got it printed up, ordered. Right. Yeah. Okay, perfect. That's awesome. I'll put it in my gym bag. يلا حبيبي. اهلا بك حبيبي. بركي. ربنا يخليك. المكان طبعا ضخم كتير جدا، بنحاول ندور على البوث بتاعنا، في اشكال حلوه كتير، ناس جميله جدا، ناس شكلهم حلو. ايه ده، في سيميوليتر. اوبا. Is this a sim? Yeah, yeah, I can. I'm a sim racer. Oh, awesome. Yeah. What do you race on? iRacing GT3 Porsche. I do also Porsche this Cup Challenge. Easy for you, then. It should be, yeah. Yeah, yeah. We put an easy to medium settings for everyone to drive. Ah, okay. You want me to give it a try? Hi. Yes. Nice to meet you. Andrea. Ah, زيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. Yeah, for sure. Absolutely.
الحمد لله. شد المتابعين. يا ربنا يخليك. حبيبي أمانة. حبيبي تسلم لي والله العظيم تسلم لي والله والله حبيبي الشغل عفت عشانك والله احنا ما بنبطلش يعني نتفرج على فيديوهاتك ربنا يكرمك حبيبي والله الكلام ده بيسعدني جدا والله لازمك تتفرج انت مختلف عن اي حد يعني عن لعيبه مصر كلها لا انت مختلف هاو ار يو برادر How's it going? الحمد لله. How are you? أهلا بيك. يا أخبارك؟ كله تمام؟ يا جماعة احنا في الرو بوث هنا عندنا مصور جديد معانا فاكرين أيام البطولات؟ الأستاذ حمزة في دبي أي حد بيدور على مصوراتي وإديتر وفيديوغرافر This is the guy ده رقم واحد يعني هنا يعني. انا ما فيش بصمه ما بعملوش لايف اقسم بالله فكرك والله العظيم حبيبي 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 ربنا يخليك ربنا يكرمك ربنا يخليك سلم سلم حبيبي يا حبيبي الله يخليك عارف ان انا جاي لمصر شو عشان عارف ان انا هشوفك النهارده لا والله والله العظيم جاي منين انا جاي بس اشتغل عشان عارف ان انا هشوفك النهارده لا بص انت انا زي ما صريح على الكاميرا زي ما صريح على الحقيقه لما تحطش البتاع ده لو سمعت عشان ما تكسروش بي جود بي جود معايا انا اللي انت هتشوفه في وشك هو ده الحقيقي لا معاك طيب ماشي تسلم كده حبيبي حبيبي ربنا يكرمك I appreciate it my man cheers cheers have a good one هتشارك في بطولة تانية؟ لا خلاص؟ خلاص كده بس احلى حاجة لما اقرب طبعا حبيبي ربنا يكرمك شكرا يا كابتن ربنا يخليك سامني سامني Let's go How are you man? By the way I want to let you know Yes The leaner look so much nicer Better? Bro you look so much younger Thank so you much اهلا بيك اهلا بيك جود مان جود مان اوه نايس تو ميت يو برو اه ثانك يو مان اي ابريشيت ات اي ابريشيت ات وش السر؟ وش السر انك تعفي؟ اول شيء ايمان بالله ايوه ثاني شيء ان انت ما تركض ورا الفلوس تركض ورا شغف فشي تحبه اه درا هاو ار يو برو جود نايس تو ميت يو مان هلا بيك مصطفى بن العراق هلا بيك هلا بيك مصطفى شو اخبارك حبيبي الله يكرمك يا جماعه احنا وصلنا للرو بوث عندك الاستاذ ال فهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل يمكن في ميتنج كده صغير طبعا المكان حلو جدا هادي شوبان اهو بطل اولمبيا فمستنين دلوقتي واحد من المديرين بتاع شركه رو جاي ونتقابل معاه ونكلمه ان شاء الله What's up bro? It's finally good to see nice you, to man. Meet you man You too you good too to see you. You as well you as well How is everything? Everything's great Perfect All right cool It's nice to see you my man Nice to see you bro Thank you, as well. you. Cheers عملت اثنين فيديوز عليك والله ما اتفرجتش ومنفض لي تماما انا ما باجي اما فودا يا جماعه خلاص دلوقتي بقى اولمبيان وربنا ما وبقى كبير على الدره وانا كبرت في السن وبقيت غلبان اخر حلقه اتفرجت عليه ايوه توقعاتك للاولمبيان قلت ان انت توب 10 بروتين او كرياتين لا كرياتين اوكي يا وحش اخبارك ايه وحش اخبارك ايه انا اول مره اشوفك ها اول مره اشوفك على الحقيقه صح ما قلناش قبل كده قابلنا عند شعبان تقريبا بس انت كنت يومها بقى واقع قاعد بعيد لا ما اعتقدش لا ايوه صح يمكن مبروك يا عم الله يبارك الف مبروك كبرنا يا ودنا عجزنا صح
بس بس بص الشعر بتاعنا عرفنا نظبطه. عموله عموله. انا متابعينك اصلا حبيبي. انا اهم متابعك والله والله والله. So we're here at the Dubai Muscle Show. It's an amazing experience. A lot of people, a lot of supporters. Very happy to be here. We still have a day, so I encourage people who've never been here before to come give it a go. Check it out. It's a great experience, and hopefully I'll see the rest of you guys tomorrow. ربنا ربنا يخليكم ربنا يخليكم. عايز صوره؟ يا شوف. انت ايكون بالنسبه لي. ربنا يكرمك. تسلم لي. كثير فرصه سعيده اني اتعرف عليك. ثانك يو سو ماتش فور ذا كايند ووردز برو. حبيبي ثانك يو سو ماتش. شغله واحده، كتف الدره حقيقي. كتف الدره حقيقي يا جماعه. ممكن اصور معاك؟ اه تفضل تفضل. Just came to say hello to the big brother. I love your content. Oh, thank you so much. Okay, جماعة احنا هناكل دلوقتي عشان انا ميت من الجوع. Low calories ادولنا الوجبة دي. فشاوت اوت ليهم. لسه ما دقتوش بس اقول لك ان هو اكل جامد وحلو لان معظم الناس انا اعرفها بتستخدمه يعني. قابلت كتير منكم، مبسوط جدا لكل الناس اللي انا شفتهم. دايما الناس بتسالني دورة اديني كده نصيحه بسرعه. طبعا صعب ان انا اطلع بنصيحه بسرعه كده اون ذا سبوت، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا ممكن افكر فيها اللي انا بشوف الترندز بالذات في دبي وعلى الريلز، ازاي تعمل فلوس ازاي تعمل فلوس ازاي تعمل فلوس، عايز اعمل فلوس بسرعه عايز اعمل فلوس بسرعه. مفيش حاجه بسرعه بتبقى كويسه وحلوه. زي مثلا واحد بيقول لي عايز يعمل عضلات بطن بسرعه. طب ما لو ممكن تطلع عضلات بطن بسرعه ما كان كل حد عملها، ولو كل حد عملها مش هيكون فيها اي نوع من ميزه، مش هتبقى مميزه. نفس الحاجه في الفلوس، ان انت تعمل فلوس بسرعه مش ما فيهاش اي نوع من ميزه ان انت تعملها، كان كله عملها. بس النصيحه اللي انا هديها لك هي ما تقعدش تجري ورا الفلوس، اجري ورا حاجه بتحب تعملها. الفلوس بتيجي بعدين. الفلوس زي الستات بالظبط، لو بتجري وراها بالشكل ده الست مش هتكون عايزه تبقى معاك. الفلوس عامله كده بالظبط، نفس الفكره. فشوف حاجه انت بتحب تعملها، شغف، حط فيه كل تعبك، وهتلاقي الفلوس هي جت لوحديها بعد كده. ودي النصيحه اللي انا ممكن اديها لكم. ودلوقتي انا ميت من الجوع وفي فانز عايزين يتصوروا معايا، فانا هخش في الاكل على طول. بتاعنا ما يفتحش ولا وناكل ونكمل لكم بقيه الفلوج. هما مش عاملين لي سبونسر ولا حاجه، بس بكل صراحة الأكل حلو. Good job low calories. اوكي يا جماعة اليوم خلص خلاص. أتمنى الحلقة عجبتكم. مبسوط جدا إن أنا شفت كل الناس. إحنا هنا في الجي إن إكس بوث. إدينا نصايح كتيرة، اتصورنا، شفنا ناس كتيرة منكم. عايز أقول شكرا لكل الناس اللي بتدعمني. كلامكم بجد بيفرق معايا، وممنون جدا لكل الكلام الحلو اللي جه. وكل الناس اللي جت اتصورت معايا هكون موجود بكره ان شاء الله. هنكون في البوث ده من الساعه 12 ونص لحد 5، فمتشوق ان اشوفكم كلكم هناك. واخر حاجه يا جماعه، لكتاب اسلوب تمرين دمرها، اللينك سايبه لكم تحت. اسلوب التمرين ده هو الاسلوب التمرين اللي انا مخترعه، اللي وصلني للمستر اولمبيا من اول سنه، وهو اللي محافظ على شبابي والفورمه والشعر كل ده. حتى الشعر موجود تحت في كتاب دمرها. وكتاب يا جماعه الوصفات على خصم لاول مره. كتير منكم طلبوا الموضوع ده. لينكات لكل الخدمات تحت في محتوى الفيديو في الكومنتس، ونشوفكم بكره ان شاء الله. لو انت حاسس انك مش عارف تكبر عضلاتك، سرعه بناء العضلات عندك ضعيفه، اشتري كتاب اسلوب تمرين دمرها. انا اسمي محمود الدره، لاعب محترف كمال اجسام، لاعب في المستر اولمبيا، واخترعت طريقه التمرين الجديده مفصصه من اسلوب دوريان ييتس اللي هو 6 مرات مستر اولمبيا، ولكن معدلها بحيث ان احنا ما يجيلناش نفس الاصابات اللي جات له. اسلوب التمرين ده يا جماعه هو اللي ساعدني اوصل للمستر اولمبيا واتعدى على عيوبي في جيناتي، وهيلخص لك ازاي تتمرن صح بدل ما تقعد انت تختبر مع نفسك وتتعلم على مدى سنين. هتشتري الكتاب ده تمن وجبة ماكدونالدز في كندا، وهتتعلم منه كل اللي انت محتاج تتعلمه في التمرين. اللينك سايبه لك تحت، اضغط على اللينك وخش اشتري الكتاب.